باسورد، اقدر اعمل كام باسورد على الراوتر او سويتش ولو قلت ده فين؟ معلش ممكن نعيد من اخر حته ازاي نشغله بس من الترنت؟ انا ريحت خلاص، انا احط راوتر من ادي راوتر اهو من تاني هديله الايباد دي ومشغل خلاص؟ عشان لو حد عايز يفتكر انا معاك اهو من الاول خالص. هبدا اوصله اهو جيجا 0 على 0 على 0 اوصله بالسويتش برضه جيجا الناحيه الثانيه اهو جيجا 0 على 0 على 1 اوصله برضه باي حاجه فيها جيجا. يبقى ده كده اسمه جيجا او جي 0 على 0 على 0 وده اللي هديله بقى جي انا ايه هديهوله ماشي؟ وده كده هيبقى اسمه جيجا 0 على 0 على 1 كده تمام؟ عايز بقى برمج الكلام ده فين كابل كونسول ادي كابل كونسول هنا بختار كلمه حد يتعلمني كونسول والله في كونسول كونسول وهنا اختار كلمه اختار اسم 32 وهضغط على الكمبيوتر كلمه ترمينال اوكي تمام؟ بجاوب السؤال الاول نو بعد كده في المستوى الاول اهو هبدا في ان اخش الثاني كنت مسافة في اخش الثالث اسميه في امر اسمه هوست نيم لازقة في بعض انا اسميه ار 1 او اي اسم انت عايزه تحول الاسم من راوتر لايه؟ لار 1 تمام؟ ازاي هفتح الانترفيس دي واديها اي بي؟ هو ده كان سؤالك او قايل انترفيس جي 0 على 0 على 0 طبعا الاي ام دي اختصار انترفيس وجي اختصار هي ايثرنت ماشي عشان ما تقدرش تكتبيه فاي تي جي دي على 0 اقول له ايه؟ نو شت داون حتى نو السكريتش تمشي قول انت تاني بس كده عشان يطلع لي المؤشر كده مفترض ان هو فتح اهو ولو قلت لك الناحيه بتاعت السويتش 30 ثانيه وبشتغل لوحدها ولو انت مستعجل اضغط على الثانيين دول هتشتغل جوا تمام؟ كده انا خلصت اول ناحيه بس ناقصه فيها ايه؟ اي بي فهكتب اي بي انا بختصر اي بي ادرس 192.168.1.1 دي انا مفترض كاتبها بره وبحط جنبها 3255 دي وده اسمه سبلت ماسك وهنعرف طبعا لما نتكلم ان شاء الله بالتفصيل عن الاي بي ادرس ايه معناه وليه بكتبه بالشكل ده كده احنا دلوقتي بس مجرد بنحطه كرقم لكن بعديها هندرسه بالتفصيل قريب. طيب اخش على الثاني ازاي؟ اكتب اي بي جي 0 على 0 على 1 ده الثاني هقول له نو شت داون وانتر واي بي ادرس اي بي ادرس 192.168.2.1 بقى عشان ده يعتبر شبكه ثانيه وهنفهم انا غيرت ازاي العيله او الشبكه. انا عملت دلوقتي الاثنين اللي بره ده 2.1 وده 1.1 وبرده ده 30 ثانيه او ده دي خلاص. يبقى ده اللي انا عملته. يبقى الامر ان انا بكتب اي ام تي واسمه كده انا دخلت عليه تمام؟ بكتب نو شت داون وبديله الاي دي بتاعه عادي خالص. انا كده مكاني فين؟ تحت الانترفيس. عايز ارجع للمستوى وانا قلت ان المستوى الثالث فيه مستويات فرعيه، رحت لمستوى فرعي احد المستويات الفرعيه اللي في كتير ماشي؟ عايز اطلع منها هكتب اكزت 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 ردني بكتب او ستيب باك للخلف بقيت انا طلعت من المستوى الفرعي للثالث العمومي تمام كده؟ طيب لو انا عايز احفظ شغلي اكتب يا حد يفكرني دبليو ار بس خلي بالك انا هكتب دبليو ار ما تنفذش ايه السبب؟ رايت؟ ايه السبب؟ لا نكتب رايت؟ صح؟ دبليو ار تي اي لو ودبليو ار طبعا بيمشي برضه بس هو ليه مش ماشي؟ المستوى الثاني مش هو الثاني مكتوبة في النص في الثاني الناس قالت الأول لا مش الأول في الثاني أنا ما الأمر دبليو آر أو رايت أو رايت ميموري أو كوبي ران ستار كل دول زي الفل أهو رايت الفكرة إن أنت لازم ترجع للمستوى الثاني وتعمل أي حاجة تشتغل معاك ده مكانها مكانها مش في الثالث خلي بالك كل مستوى دي أوامر هتنفذ الاوامر دي في مستوى تاني مش هيشتغل معاك فانت ممكن تكون كاتب كمان صح 100%
ومستغرب ليه ما بيتنفسش عشان في مش مكانه مش مستوى بتاعه. بس هديك معلومة لازم تكون عارفها لان انا معظم شغلي هيكون في التالت تمام؟ طب انا عايز اعمل حاجة من التاني لازم ارجع من التالت للتاني اعملها وبعدين اكمل ارجع التالت تاني اكمل شغلي. ففي حاجة مضحكة تخليك تعمل الأوامر بتاعت المستوى التالت وتنفذها في التالت. ده اكسبشن. ايه الحاجة دي؟ انك تكتب كلمة دو قبل الأمر. يعني انا لو دخلت كده على المستوى التالت ده من ورا هي مش شغالة. طب بيقول لي انفاليد ايبل ديتكتيف. انا مش فاهم انت عايز ايه؟ اللي انت بتكتبه غلط. مع ان هو صح بس هو مكانه في التاني مش في التالت. لو انت عايز تنفذ اوامر المستوى مش فاهم لا ترد من الاخر. تعالي مكاني تعالي مكاني انتوا اصلا برضو ده مش مكانك خالص ده مليك مكان تاني انتوا احتلتوا مكان تاني. طيب ال ال كلمة دو بقى دلوقتي دو دبليو ار هتخليها في دماغك. ايه رايك بقى؟ يعني دو قبل الامر اللي هو في التاني يخليك تعمله في التاني عادي لكن العكس ما ينفعش. لا خوف منك ده عشان انت ده اوريدي في الاي او اس او في نظام التشغيل عشان هو عارف ان احنا معظم شغلنا في التالت فبدل ما ارجع احفظ ورا الرد تاني اي امر من اوامر التاني تقدر تعمله في التالت بس خاطر من انه دوب يشتغل معاك حتى لو كنت في مستوى فرعي تمام؟ يعني انا دلوقتي اي في جي 0 على 0 على 0 اوكي؟ دو دبليو ار اشتغلت معاك عشان ما تضيعش وقت. فاذا دي اوبشن اكسبشن كده. لكن العكس ما ينفعش، يعني ما ينفعش ابقى انا في التاني وعايز اعمل اوامر اعلى مني وقت الدون يتنفذ، ده مفيش كلام ده. التالت عمره ما يتنفذ في التاني مش لو حطيت دون او حطيت اي حاجه. لكن اوامر التاني ينفع في اي مكان في التالت سواء في مستوى فرعي او بره او جوه بدون قبل النفذ. متفقين؟ تمام. طيب. انا كده الشغله دي تعتبر خلاص قامت زي الفل. احنا ما عطيناش ايباد الاجهزه. المفترض ان انا اوزع ايباد برضو على الاجهزه دي كلها وكمان السويتش لازم ياخد ايباد. طيب انا هعمل لك الكلام ده بره وهخش اعمله لك جوه، هعمله لك بره عشان تبقى عارف انا بعمل ايه. فالسويتش المفروض ياخد ركز كده معايا شايف 192 168 واحد 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 اللي فوق دي الاي جهاز بيتكتب على اربع مقاطع. الاي جهاز بيتكتب على اربع مقاطع ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وبيكسرهم ايه؟ الدوت او نقطه. ماشي؟ النوع اللي انا كاتبه دوت اللي هو بيبدا ب 192 اول ثلاث مقاطع تيجي عباره عن الشبكه عنوان العيله والمقطع الاخير بس هو اللي بيعبر عن عنوان الجهاز المحلي. فده كده واحد يبقى المستوى ده يبقى اثنين. لو بدل ما اكتب تاني بايدي ممكن تضغط على كوبي وتعلق ايدك وتسحب دي كده يكررها لك تاني. بسهل على نفسي دي يبقى ثلاثة ودي يبقى أربعة ودي يبقى خمسة. خدت بالك انا وزعت الاجهزه ازاي؟ الاتاك طبعا بيبقى عند الراوتر تمام؟ ورقم الاي بي بتاع الراوتر بتاع الانترفيس اللي بيبص على الشبكه دي كلها بيبقى اسمه الجيت واي او البوابه بتاعتهم بيخرجوا منها لبره للانترنت الشبكه الثانيه اي حاجه تمام؟ لان هو ده الوحيد اللي بيطلعني على بره. الترتيب بقى اللي انا اعطيته ازاي؟ اعطيت ده واحد واحد، دي ما ده واحد اثنين، واحد ثلاثه، واحد اربعه، خمسه. عشان هم كلهم في عيله واحده، العيله دي اسمها ايه؟ اسمها 192 168 واحد والرقم الاخير ده اسم الشخص. واخد بالك؟ طيب يلا نركز كده نخش كده في الكمبيوتر ده ديسك توب اول واحده اسمها اي بي كونفجريشن هي الاي بي. اخش كده هنا واكتب 192.168.1.3 الصمت الفاصل بتاعه بيتكتب لوحده اللي انا كنت بكتبه في الانترفيس بتاع الراوتر بيجي هو هنا بيتكتب لوحده.
هنا عندي ثالث حاجة اسمها الجيت واي. الجيت واي بتاع الشبكة كلها هو رقم الراوتر. رقم ID الراوتر اللي بيبص عليا. طب خلي بالك الراوتر ليه 2 ID صح؟ مش الراوتر كده ليه ID يمين وID شمال. اللي بيبص عليا هو الجيت واي بتاعي. الجيت واي بتاع مين؟ بتاع كل الليلة دي. يعني اخش في اللي بعد كده ده 1-4 اخش له كده ديسكتوب اي بي كونفجريشن واقول له انت 1-9-2-1-6-3-1-4 انزل كده لوحدها هنا هيبقى الجيت واي بتاعه كام يا شباب؟ واحد كلهم 1-1 اللي بعده اهو ديسكتوب اي بي كونفجريشن ده 1-5 وهنا الجيت واي 1-1 كده لو وزعت الايباد ناقص مين؟ سويتش. يلا نخش على سويتش ديسكتوب تيرمينال ده اللي حط على الراوتر تمام تعمل انت لحد ايه؟ ما يجيلك كلمه سويتش وعلى فكره إيه لما تلاقيني بعمل انتر كده ما تفرقش حاجه انا مش كاتب حاجه انا بعمل على الهواء فدي مفيش مشكله انا ساعات بقعد اعمل كده بس عشان ابعد الكلام ما يبقاش الكلام زي في بعضه فانت ما تفهمش فبوسع النفس بس لكن مالهاش اي معنى وساعات برضه بتبقى بتعبر عن نوع من انواع الذهب فانت بتعمل كده تحقق نفسيه تتحرك المهم اعمل ايه هنا اخش على المستوى الثاني كون في مسافه دي اخش على الثالث بوست نيم تيست دبليو 1 مثلا سويتش 1 الله ده هي هي اه والله هي هي حتى لا يمكن تشمش تيجي بقى لما تيجي تدي اي بي تقفل الدنيا معاك شويه اوكي ركز بقى معايا انت دلوقتي الراوتر لما عطيته اي بي عطيت اي بي منين في الراوتر؟ للبورد للانترفيس ده للجيجا 0 على 0 على 0 وللجيجا 0 على 0 على 0 وعشان كده انا عطيته اثنين ولو كان في انترفيس ثالث كان اخد اي بي ولو رابع كان اخد يعني الراوتر ملوش اي بي واحد الراوتر الايباد اللي عليه بعدد الانترفيس او الشبكات اللي بيكون تمام؟ وخلي بالك انا بتكلم على راوتر راوتر بمعنى كلمة راوتر ما بتكلمش على راوتر البيت عشان في ناس كتيرة عقلها بيجي في راوتر البيت راوتر البيت مش راوتر ده اصلا مهم يعني ده ولا فين على ورث ولا ما فيش كلام ده راوتر البيت ده كام 700 جنيه راوتر اللي قدامك ده بيعدي 20000 جنيه ده قصة تانية خالص فمش عارفين كام انا بكلمك على راوتر اللي اسمه سيسكو راوتر 4000 اللي هو الاي ستار فعدد الانترفيس بتاعته كلها تاخد البيت طيب بالنسبة بقى للسويتش وده سويتش 2950 ايه المحترم؟ المفترض ان السويتش دوت لاير 2 سويتش يعني احنا بنقول عليه لاير 2 وهنعرف ان شاء الله يعني ايه لاير بالظبط السويتش ده ما بيخش غير اي بي واحد كفايه جدا والاي بي دوت ما بياخدش من الانترفيس اللي على السويتش هي بتخش عيادات اصلا السويتش اصلا ما بيفهمش عيادات ايه رايك بس حاجه يعني السويتش ده ما بيفهمش عباره والانترفيس بص كده لما اجي على كاني بوصل حاجه شايف كل دول كل دول ما بيفهموش اصلا عباره ما يفهموش يعني ايه اي بي امال الاي بي بيكون مين؟ الجهاز بيكون لحاجه اسمها انت بتعمل فيرشوال انترفيس مش موجود بتديله اي بي بتعمل حاجه اسمها فيرشوال انترفيس عشان يقبله وتديله اي بي والسويتش مش هيفهمه طيب انا عامل يعني انا العدد ده ليه بقى؟ يعني انا اعمل عليه فيرتشوال انترفيس واديله اي بي وهو اصلا مش هيفهم ايه السبب؟ السبب حاجه واحده فقط لا ولو انت مش هتحتاجها ما تعملش السبب لو عايز تخش عليه عن بعد اصل احنا دلوقتي هنتكلم ان شاء الله على الدخول عن بعد والدخول عن بعد اي جهاز من الراوتر او السويتش ده ممكن ابرمجه بطريقتين بطريقه عن بعد دي انا اوريدي عملتها قدامك خلاص اللي هي كابل كونسول يسمع عن بعد ايه؟ لان انت لازم تكون جنب الراوتر او جنب السويتش ده كابل الكونسول ده متر ونص او متر كمان انت فاهمني؟ عشان اقول لك عن هولد انا على الترابيزه قدام او في الراك قدام انت هولد حكام واحد كمان هكلمك كمان على نوع من انواع البرمجه بتتم عن بعد يعني انا عايز ابرمج راوتر او سويتش الراوتر ده مش قدامي الراوتر ده بعيد عني بعيد عني قد يكون في بلد ثاني او في قاره ثانيه كمان في امريكا وانا ببرمجه من هنا دايما يكون داخل عليه الكونسول تماما ودي هنعملها مع بعض حالا ماشي هنسيبريت يعني الموضوع ده قدامك ونفهمك بيتم ازاي فانت لو كنت عايز تدخل على السويتش ده عن بعد
ما انت لازم يكون هو دي اي بي عشان توصل له الخدمه. اصل اي بي ده معرف او ايدنتيفاير، تمام؟ انت لازم ليك اسم او رقم معين عشان اعرف النادي عليك. انت بعيد عني فانا عايز انادي عليك، يبقى لازم يكون ليك اسم. فده اكتر. فلو انت كنت مش محتاج تخش على السويتش عن بعد، ممكن ما تديهوش اي بي خالص. خش بقى كنت وخلاص مش عايزين اي بي، لان هو كده كده الاي بي ولا هيفهم ولا هيتعامل معاه ولا التوظيف اللي عليه مش هياخد اي بي. لكن انت لو حابب تخش عليه عن بعد فلازم تديله اي بي. طب اديهوله ازاي والانترفيس ما بتاخدش اي بي وما بتفهموش؟ هتعمل له حاجه هتكريت عليه حاجه اسمها فيرتشوال اي بي، فيرتشوال انترفيس، وتديله اي بي. ازاي كانت الفيرتشوال انترفيس؟ وبيسموا العمليه دي اس بي اي. وبتسال فيه ايه اس بي اي؟ اس بي اي يعني سويتش فيرتشوال انترفيس. انا دلوقتي هعمل لك حاجه اسمها اس بي اي او سويتش فيرتشوال انترفيس. هعملها ازاي؟ تعالى اوريك نعملها. هات انترفيس في لان 1 او انترفيس فيرتشوال لان 1 وهقول له مش الدوت وهقول له اي شهر ده نقطه بالظبط 168 مكان 1 2 و 3 في 55 دي. انا كده كريت انترفيس هو مش فيرتشوال ده فيرتشوال، يعني ما ينفعش حد يقول لي وريني بقى فين التنفيذ ده انا عشان اركب فيه كابل. لا ده مش هشوفه بعيني مش موجود، تمام؟ بس ده بقى اي بي موجود جوه السويتش. هو السويتش مش هيتعامل معايا ومش هيفهمني، بس اقدر اوصل له خير بس، تمام؟ فاهم الفكره ايه؟ طيب هل ده يكفي؟ هل ده يكفي ان انا اوصل للسويتش ده عن بعد؟ يعني كده يا تمام؟ اوصل له بس عن بعد؟ لا، لسه حاجه كمان. ايه هي؟ ان السويتش يعرف فين الجيت واي بتاعه. ان السويتش يتبرمج عليه الجيت واي. مين الجيت واي بتاع السويتش؟ الراوتر. الراوتر هو واحد واحد ده الجيت واي الشبكه كلها، الاجهزه والسويتش واي حاجه. طب ازاي اقول للسويتش ده انت الجيت واي بتاعك واحد واحد؟ اكتب بقى معايا الار. اطلع اكزت من تحت المستوى الفايل بتاع الانترفيس الى الوان واكتب كده اي دي دي فول. وتعالى اقول لك حاجه بالمره، ركز معايا، الامر ده طويل. اي دي دي فول داش جيت واي. لو انت ناسي الكلمه بتاعت الامر للبنك او مش فاكر قوي، لو مجرد كتبت بدايتها كده بس بدايه، عندك في الكيبورد زرار اسمه تاب. حد شافه؟ بص العين شفت تحت؟ انا كتبت بدايه الامر بس، بص هضغط على تاب ايه اللي هيحصل؟ ركز كده معايا. كتب لوحده. شفت الراوتر او السويتش بيساعدك ازاي؟ بيسهل عليك. يعني لو كتبت بدايه الكوماند وتاب يكتب لك بقيه الكلمه لوحده، كتب لي لوحده. ديفولت داش جيت واي. واوعى تخليها ديفولت سبيس جيت واي مش هتفهم، الامر ده كده زي ما هو. حلو؟ بعد كده ممكن تكتب له 192 168 واحد واحد كده. ايه ده من غير صرف مصر 3 دي 55؟ من غير ما تكتبش دي. انت بس بتشاور له وتقول له الراوتر اللي فوق اللي اسمه واحد واحد ده هو الجيت واي البوابه بتاعته. امتى بيستخدم الواحد واحد؟ السويتش لما يحب يتكلم حد من بره او حد من بره يكلمه. لكن اللوكالي محليا مالوش لازمه، الجيت واي محليا مالوش لازمه. طب انا محتاج افهمها هندسه معلش. الراوتر بنخش عليه بالبادي ببرنامج البادي. طب والسويتش برضو بحط بقى الاي بي اللي انا حطيته له. البادي بنخش بالبادي ايه؟ بالكونسول؟ لا الشبكه. عن بعد؟ هنحط الاي بي بس ببرنامج البادي. احط اي بي وبس. تمام. احنا هنعملها اوريدي دلوقتي. اوريك ازاي تخش على طيب الناس الاونلاين يا باشمهندس سامعني كده صوت كويس؟ انت شايف السبوره لو كتبت حاجه عليها؟ شيء زي يلا بينا نشوف. بص كده اكتب اتش او وهعمل تاب. كملها لي لحظه. زرار تاب هينجز معاك. تمام؟ هكتب بقى ده سويتش ايه؟ شوف بقى تاني سويتش 1 ده كان سويتش 2.
ازاي اديله اي بي اذا كان السويتش ما بياخدش اي بي والانترفيس بتاعي ما بتاخدش اي بي؟ اكاري تعمل فيرتشوال اي بي الفيرتشوال انترفيس واديله بقى اكتب اي ان تي بي لان 1 برضه. خلي بالك هي كلها 1 مش اشتغلها حتى واحده 1 دي 2 لا هو كله كده كل السويتشات هتعملها بنفس الطريقه تضيف لاب 1 اقول له الاول ايه؟ طب هو بلاش اصلا خلي بالك ركز كده معايا عشان في غلط انا هسال فيه. انا عملته انا مستعجل وبصيت ما خدتش بالي. بص اللي حصل هو طالما اعطاك الرساله دي معناها من يقول لك انا الامر ده فيه غلط احنا مش قادرين تلاقي بقى غلطات الناس عامله ازاي؟ ركز كده معايا شغال نوشن داون اي بي ادرس وهو شغال وهو عمال يقول له غلط 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 هيطلع من النوم وهو شغال وفي الاخر يقول لي ايه؟ ما اتفقش ما اتفقش يا عم هو من البدايه لو ما اتفقش ما نشوف لازم تكتب صح عزل وكتبت كده صح وعملت انتر ما يردش عليك طالما ما ردش عليك يبقى انت مش صح هو ما بيوقفكش ويرد عليك بنتائج الا لما تكون غلط فكده ايه واضح ان الدنيا صح اكتب بقى هنا نو ايه نو شت داون واي بي ادرس 192 168 ده كان كام ده؟ 2-2 لا 2-2 2-1 ده غلط وهعمل اكزت عشان اديله الجيت واي اكزت مين فاكر عمر الجيت واي؟ اي بي ايفون طب تعرف كم الهبل واحد ريحنا كم الجيت واي هنا؟ 2-1 صح؟ تمام ارجع للمستوى الثاني عن طريق اكزت وممكن لا تسيبه دي من الثاني للاول بتاعت اكزت او ممكن اختصار حد فاكر كنترول زد واحفظ شغلي اي دبليو او كنت عملتها في الثالث بدون دبليو صح كده كده جميل كده انا الشبكه بتاعتي دي كلها خارج البيانات والدنيا جميله ومفروض بعد ما بتوضع عبادك صح وتتاكد من شغلك تمام لازم تعمل تيست هتست ده واصل لده ولا لا ده بيقدر يوصل لده ولا لا ففي امر بقدر اعمله بيخليني يعني اعرف اذا كان في كونكشن في اتصال ما بين اي جهازين على الشرق او لا اسمه امر بينج حد ترى عنه؟ اوصل لك اسمه ايه؟ اسمه كده بينج عارف البينج بوك؟ حد بيلعب بينج بوك يا شباب؟ عندي واحد تحت في البلاك تحت بيلعب بينج بونج فبيجي معايا مضرب فالمهندس معايا اتفرج على المضرب ده اقول له ايه شكله حلو قوي بكام المضرب ده؟ شكله حلو يعني المضرب شكله جميل يعني على تقييمي ليه مثلا ما كانش عم 200 جنيه فلقيت له ايه المضرب ده ب 6 ونص قلت له ايه؟ دي دي انا قلت يمكن مثلا بيقول لي 650 مثلا يعني كنت مستني اقول له 650 عشان اقول له ليه حرام عليك يا عم 650 ايه؟ بينج واكتب الاي بي بتاع الجهاز الثاني 1-4 بقى لان انا 1-3 فعايز اتشيك 1-4 تمام؟ واعمل ايه؟ لو رد عليا بالشكل ده اعطاني ريبلاي اربع مرات كده يبقى في اتصال بيني وما بينه ناجح 100% بس لازم تتاكد من حاجه لازم تتاكد ان الريبلاي جاي لك من نفس الاي بي اللي انت بنكت عليه انا بنكت على مين؟ 1-4 يبقى الريبلاي ده بيكون جاي لي ايه؟ 1-4 مش من حد تاني واخد بالك؟ لان في ناس ايه؟ يعمل بيك وجاي له 4 ريبلاي فعايز مين؟ يبقى المرة دي المواصفات اللي بيننا تتغير مش هيبعت 4-32 والجوز لا لا ده أول حاجة هيبعت 5 والواحدة فيهم بمين بيستخدم نفس البروتوكول اي سي اي تي عشان يبعت الهيكو دي فاكرين؟ بعد كده لمين؟ للي انا قلت له عليه التايم اوت خلي بالك يعني هو الباكت الواحدة بتستغرق قد ايه؟ الثانية كانت بالملي سكند دي 2 سكند فحتى دي برضه بتنزل بص الريبلاي بقى شكل العلامات التعجب دي لو جالك 5 علامات تعجب العلامه الواحده بريبلاي واحد
يعني كده دي كده بس كده كلمه عفيف 4 رجلين في 5 كده يعني كده نجح وحتى قايلنا بعد كده تاكسس ريت 100% 5 من 5 طب تعالى نخليها تفشل عشان نشوف شكل الريكوست تايم اوت هنا بقى الريكوست تايم اوت هنا ما بيقدرش برضه تبقى علامات هي نقط لما يديك نقط يبقى كده مش قادر يوصل بص كده حد واخد باله؟ كده الريكوست تايم حتى بص انا كيف الاخر زيرو بريسنت زيرو في المية خمسة زيرو من خمسة مفيش ولو هيديك unreachable بيديك حرف اليو بيديك يو colorful خلاص يبقى دي ده الفرق ما بين البنج من الكمبيوتر وده البنج من داخل الراوتر خلي بالك الخصائص خمسه في بعد خمسه والمية والكلام ده انا ممكن اخش على الدنيا بطريقه ما اخدها معاك قدام شويه فده بيجي طب نقدر نبنج من السويتش عادي نفس الطريقه تعال بينج من السويتش على الراوتر المستوى الثاني اكتب بينج هو الراوتر الاي بي بتاعه كام؟ واحد واحد اول واحده كده معناها ايه؟ واحد لكن الثانيين ردوا خلاص كده يبقى لو عرفت اعمل فوق وعدت ثاني ردوا كلهم يبقى انا كده عرفت ازاي اعمل بينج من الكمبيوتر وشفت شكله وبينج من الراوتر السويتش وشفت خلاص كده فات بسيطه نفس المعنى بسيط طيب حاجه كمان وحاجه مهمه خد بالك معايا انت البيم ده بيشك على الكونكتيفيتي ما بينك وما بين اي حد او كونكشن طيب هو مش ممكن يكون العيب عندك انت مش من طرف تاني او مش في سكه مش ممكن العيب عندك انت بس ده نفسك كارت الشبكه بتاعتك ممكن يكون انت بتاعتك انت اللي فيها مشكله فدي لازم برضه حاجه تاخدها في بالك ان انت لازم تبني على نفسك ببني على نفسي لو جالك ريبلاي يبقى النكهه بتاعتك انت سليمه ودي مهم ان انت تعرف طب ازاي ببني على نفسي؟ طريقه في اثنين يا بني على الاي بتاعك يعني انا دلوقتي مش واحد ثلاثه اهو اخش كده انا بعمل انترليت ببعد بس الكلام عشان يبقى الكلام واضح اشتغل من فوق واحد ثلاثه مين واحد ثلاثه ده انا ده انا كده ببني على نفسي انتر جالي 4 ريبلاي يبقى انا كده تمام المشكله مفيش عندنا مشكله حلو لو بنكت على اي حاجه بقى ما ردتش يبقى المشكله في الطريقه وعندها مش عارف انا كده سليم كده انا اطمنت على كام حاجه اطمنت ان انا كتبت الشبكه بتاعتي سليمه وحاجه اسمها تسمي اوفر اي بي ده البروتوكول اللي اشتغل عليها هنعرف برضه معناه ايه تي في اوفر اي بي شغال على النتورك بتاعتي على كارت النت بتاعتي بشكل خاص مش مشكله طيب انا عشان اعمل الحركه دي يا شباب مع كل جهاز على الشبكه يبقى محتاج الاول اروح اعرف الاي بي بتاعه كام لان انا دلوقتي عايز ابيج على نفسي عن الجهاز بتاعي يبقى لازم اروح اطلع الاي بي وبعدين ابيج صح؟ هاخد وقت وده مع كل جهاز اقعد بقى اطلع على الاي بي وهنعرف ازاي نطلع على الاي بي اكتر من طريقه بالظبط انا مستوعب لا انت ممكن تنجز بقى ازاي هتبنج على كل الاجهزه على رقم ثابت محجوز للموضوع ده ومعروف حد يعرفه هبنج على نفسي 172 127 مشكلة بيسموه ايه؟ حد يعرف اسمه ايه؟ انا بعمل كده بنج على 127 انت تعمله في اي جهاز وهو بيجي على نفسه. ده عشان يتاكد ان اللي انا شغاله فاهم؟ اه هو الكارت اللام بتاعت الاولين ما تيجي شغاله وحطيت فيه اوفر اي بي بتاعها شغال كويس. فهنا يلا نبدا نعمل باتر للكونسول. ان لما اخش الكونسول ما يقومش فتح لي كده على طول. لا يقول لي اديني باتر. وانت ممكن تعمل حاجه مش منها. يا باتر بس يا اما يوزر نيم وباتر. عشان لو عندك اكتر من واحد كل واحد تعمله يوزر نيم وباسورد نبدا بباسورد اخش على المستوى الثالث يلا ده اول نوع من انواع الباسورد
وهكتب ايه؟ ازاي اخش على الكونسول؟ ما انا عايز اعمل باسورد لمين؟ الكونسول صح؟ يبقى لازم ادخل على الكونسول. ازاي كنت عايز تفتح الانترفيس نيجيريا 0 على 0 على 0، فدخلت عليه الاول وعملت منه شت داون وديته على اليمين. انا برضه هنا عايز ادخل الاول على الكونسول بعدين اعمل اي حاجه عايزها. خش على الكونسول كده تكتب لاين كونسول او كونك فاهم ورقمه 0 يا جماعه انتر. فانا كده دخلت على الكونسول. قلت له لاين كونسول 0 او لاين كون 0. ايه 0 ان لاين؟ الكونسول هو انترفيس على فكره انترفيس فيه جي 45 بس هو جوه بيتقرب كلمه لاين لان هو مش انترفيس ليت الداتا ده انترفيس بتاع برمجه فاحنا بنقول عليه لاين مش انترفيس عادي ده جيجا جيجا ده هيتقرب بتقول شويه الداتا الكونسول ما بيقلش داتا بيقلب برمجه اسمه لاين تمام؟ لاين كونسول 0 الى 0 دي ده رقم اصل هو مش غيره فيبقى 0 فاكر التقييم بتاعنا بيبدا كده مثلا جيجا اف 0 على 1 اف 0 على 2 سويتش شاحن بلد جيجا 0 على 0 او جيجا 0 على 0 على 0 ده لما يبقى فيه اكتر. طب لو ما كانش فيه غير جيجا واحد بس كان بس نتيجه 0 فده اسمه كونسول 0 لان الكونسول مفيش غيره فما فيش اثنين عشان اقول 0 على 0 و0 على 1 و0 على 2 ده ما فيش. فهو اسمه كونسول 0 لان ما فيش غيره هو كونسول واحد جاز اللي بخش ابرمج منه على الهضم طبعا قبل كونسول. انا كده دخلت عليه عايز اعمل له باسورد او بايله كده باسورد او ممكن حتى ما اكملهاش بس كفايه او عايز تكتبها كامله اهي هعمل تاج كملها لي او باس بس ما فيش مشكله. وتعالى نتفق ان كل باسورد اللي هنعملها اسمها تسمع عشان ما ننساهاش. نخليها تسمع عشان ما ننساهاش عشان لما يبقى في ناس كل واحد يعمل باسورد فبص الاقي واحد عامل باسورد وما ننساهاش وجاي لنا يعني يقول لي ايه هنصرف مره بعيده وعلى فكره يعني هتصرف يعني ليها تطابق وده عليها همام اللازم اسمه باسورد ريكفري. ما انت من المفترض ان الراوتر اللي هو حاجه 20000 ده مثلا فيها يقدر تعدي نص مليون عملت له باسورد ونسيته وهنرميه في الزباله مش هيخش كده. ايه الحل؟ الحل ان انت تعمل له حاجه اسمها باسورد ريكفري علينا في المنهج تمام؟ بس دي هتاخد مني عشان اعملها 10 دقايق فانا لو قعدت في محاضره في خمسه ناس الباسورد كده هقعد احل المحاضره تبقى بحل الباسورد مش هيك؟ فخلي الباسورد موحد تسكو لحد ما نوصل للدرس اللي بيعلمك ازاي تعمل باسورد اوكي؟ كلمه تسكو بس كلنا كل باسوردات اتقابلنا في حياتنا نعملها تسكو لكن في الحقيقه طبعا بزع بقى نفسك بقى الباسورد مش هيبقى تسكو ولا 1 2 3 4 هيبقى حروف وارقام وعلامات وكابيتال وسمول واضرب كل دول خلاص ماشي؟ طيب باسورد تسكو بس كده؟ لا لسه كلمه كمان لوجن لازم تقول له لوجن يبقى ستارت سكور دخلت على لاين كون 0 ستارت سكور تسكو ثم لوجن لوجن دي يعني بتقول له باسورد اللي انا عملته لسه تسكو ده حطه على اللوجن لما حد يلوجن لما حد يدخل لما حد يجي لوجن اطلب منه تسكو بس انا كده عملتها. طيب ما تيجي نطلع بره خالص عشان ننفذها وانا ينفع من الشارع الجانبي ده اطلع بره خالص في المشتت اركب اصدق ها انت هطلعك على التاني انا عايز اطلع التيبل وين طلعنا اه طلع تاني ايوه كلامك صح انا بعد انا لا انا عايز انط مره واحده مش عايز امشي خطوه الكنترول ده بالتوحيد اللي هو لا انت عليك قلتها المره اللي فاتت دو ايه دو ايه طلع بره بص كده دو ايه انت انا بره في الشارع انا كده بره خالص نعم كده انت سيد
سؤال لذيذ. فبيقول لك طب انا سايق كده لا هطلع لا انت لا شو راح وما سايقش طب ازاي انت سايقش ما راحش طول ما الجهاز طول ما الجهاز ما طفاش باور الشغل يشتغل هي المشكله حاجه من اثنين يقفلوا باور او النور يطفى ده كمبيوتر انت تكتب مالها فور ماشي وعملت له مينيمايز نزلت تحت اهو ما سايقش باور الكلام راح أنا حاجة الكمبيوتر ما اتقفلش. أنا حاجة الجهاز ده لسه لا فيه باور. طب؟ معاك ترمية لا خلاص، معاكش لا مش هيك. الباسورد اللي أنت عملته ده خلي بالك عشان وأنت بتكتبه ما بيتكتبش حاجة. مش هيطلع لك حاجة لا نجوم ولا علامات ولا أي حاجة. يعني عرفت كده تسكت؟ أنا كده هبقى كده. هعمل إنتر دخل. خدت بالك؟ فما تنتظرش إنه يديك حاجة. عشان برضه قبل كده حد بيتصل بيا بيقول انا عملت باسورد عمال اكتب ما بيكتبش اكتب ما بيكتبش هو مش هيكتب هو مش هيكتب اعمل انت ما تقلقش ما تخافش من حاجه اعمل انت ما يكتبش عشان محدش يشوف عشان احمد اخد بالك لو انا شافني فطلعت نجوم احمد دماغه شغاله هيعدهم كام؟ هيعدهم ده اربع حروف راح يخمن ده اسم الدلع بتاعكوش عشان خد دماغه قريب مش كده فاهم فقلت السؤال ده انا نفس السكيورتي اصلا طيب ما بتطلعش عشان اللي جنبك حتى ما يعرفش عدد الخانات بتاعة الباسورد يخمن مفيش كلام اكتب واعمل شو احسن دي عم تقول بس ده كله تمام وعلى فكرة ممكن طالما الجهاز ما اتقفلش ما عنديش مشكلة مشكلتك لو النور اتقطع او جهاز اتقفل وانت ما كنتش فاهم كده كله راح خلاص كده انا عملت باسورد للكونسول طيب ينفع افتح الباسورد ده ارجع الكلام فيه ينفع ازاي بنمسح اي حاجه بنوب في مكان فاخش كده لاين كون زيرو نو باس لو عملت هوم اكزت عشان اطلع وجيت ادخل عادي خالص طبعا مش حاجه وقفتني واتمسح الباسورد طب لو عايز امسح الاي بي او اغيره تغيروا تعملوا مثال يعني انت عايز تغير الاي بي اهو او تمسحه انترفيس جيجا 0 على 0 على 0 انا واي بي جيجا 0 على 0 ولا 0 على 0 على 1 اي حاجه فيهم دخلت عليهم هتقول له نو اي بي ادرس انتر اتمسح عايز تغيره اعمل نفس الكوماند من جديد بالامر يعني اعمل الاي بي جديد بنفس الكوماند هيتكتب الجديد على القديم وتعمل اوفر رايت تمام عايز امسح اي حاجه من مكانها بنو ماشي عايز امسح الهوست نيم مشيت مع ار 1 قول له نو هوست تاب هيكملها لي رجع اسمه ايه؟ راوتر فنو قبل نفس الامر نفس مكانه يمسح يتراجع عن نو عم بس طبعا لما عملت نو هوست نيم مش لازم اقول نو هوست نيم ار 1 لا هو نو هوست نيم بس عايز امسح الاي بي قلت له نو اي بي ادرس مفروش نوع جهاز 292 هي لا عايز افتح الباسورد قلت له نوع باسورد لكن في اوامر ثانيه لما تيجي تمسحها لازم تكتبها بكده يبقى نوع والامر كده على حسب الامر انت بتمسحه خلاص كده الجهاز دوت طبعا هرجع الهوست نيم ار 1 يعني كده انا ودو دبليو ار عشان اثبت كده حتى لو في مشكله طيب انا مش عايز اعمل باسورد للكونسول بس انا عايز اعمل يوزر نيم وباسورد بس في ثلاثه اثنين بس بيخشوا عليه فانا عايز اعمل لكل واحد يوزر نيم وباسورد مش باسورد بس كل الناس بتخش بيه عايز اميز ده غير ده اعمل اكونت يوزر اكونت ينفع ينفع ازاي يلا بينا وانت في المستوى الثالث بره مش تحت الكونتر وانت بره هتكتب يوزر نيم هعمل تاب كده فين لوحده يوزر نيم وليكن مثلا اسم خفيف
عايمة. باسورد مثلا عشان ما ننساش يبقى علي بري. ويوزر نيم احمد. باسورد احمد برضه. طيب انا كده عملت يوزر نيم وباسورد بس لسه ما تطبقوش يا راجل. اللي انت عايز انت عملتهم جلوبال كده. عايز تطبقهم عليه، اللي انت عايز تطبقهم عليه انزل تحت منه وطبقهم. انا لسه خدت لاين واحد في لاين تو. في اثنين لاين تو. نخلينا في لاين احنا خدناه كونتور اهو كاتب لاين كونتور زيرو. لاين كون زيرو. مش هقول له بقى باسورد ما خلاص هم معمولين فوق. انا خلاص عملت اليوزر نيم والباسورد. هقول له ايه بقى؟ هقول له لوجن لوكال. تابع بقى. يبقى انا لو كنت بعمل باسورد بس كنت بنزل تحت الكونسول اقول له باسورد كذا لوجن بس. عايز اعمل يوزر نيم وباسورد بعمله برضه. وانزل تحت الكونسول اقول له لوجن لوكال. طيب ايه بقى لوجن لوكال دي؟ لما يدخل من بره انا بعمل يوزر نيم وباسورد المره دي. انا عملت المره اللي فاتت باسورد فالمره دي عايز اعمل يوزر نيم وباسورد. فهم قايلين كده بره مش تحت الكونسول من بره. يوزر نيم انا عملت مثلا يوزر نيم علي يخش الباسورد علي وواحد تاني اسمه احمد يخش الباسورد اسمه احمد. انزل بقى تحت الكونسول لاين كون زيرو واقول له لوجن لوك. حضرتك كده عامل شكل يوزر نيم كل واحد يخش الباسورد بتاعه واليوزر نيم بتاعه عشان افرق ما يبقاش كله باسورد واحد. لحد لو اقصى من فائض لا عيب تمام؟ فالمهم ايه بقى اللوجن لوكال دي؟ لوجن متعلقه بالباسورد. حتى انا من غير يوزر نيم كنت بقول له لوجن. باسورد ولوجن. لوكال دي متعلقه باليوزر نيم. لوجن لوكال معناها يوزر نيم اند باسورد ار وركينج توجذر. يعني ايه؟ يعني لما تكتب باسورد لما تكتب يوزر نيم علي يتطلب منك باسورد علي مش احمد. ولما تكتب يوزر نيم احمد يتطلب منك باسورد احمد مش علي. حد فاهمني؟ بقوا شغالين مع بعض. علي من الباسورد بتاع الطلب. احمد من الباسورد بتاع الطلب. اخد بالك؟ دي فكره اللوجن لوجن. بتخلي اليوزر نيم يشتغل مع الباسورد مع بعض. يرتبطوا ببعض. لما تكتب لي علي استنى منك تدي لي باسورد علي مش احمد. وصلت؟ دي فكره اللوجن لوجن. بس ما بتكتبش حاجه تحت اللاين غير كده. طب ما تيجي نطلع كتبت الداتا دي؟ تيجي نطلع نجربها يلا دو ايه؟ واوعى تقول لي ما تيبتش لان انا ما عنديش مشكله طالما ما قفلتش كده. يلا بقى ندخل بص كده. المره دي طلب منك ايه؟ باسورد بقى طلب منك يوزر نيم. هتقول له علي يبقى لازم تديله علي. هتقول له احمد يبقى لازم تقول له احمد عشان لوجن لوجن. طب يا باشمهندس والباسورد اللي احنا عملناه بتاع جسم سيسكو ده لو لو كنا سبناه يا دي يا دي فالمهم هو قايل له مثلا يوزر نيم علي يبقى الباسورد لازم يكون علي والباسورد ما تستناش انه يكتب حاجه. انا كده دخلت بعد اخد بالك انا دخلت بعد وشغلي كله ده بعد. عايز تدخل بحمد اسمع وادخل بحمد. وفي امر على فكره اسمه شو في المستوى الثاني يوزر يوزر شو يوزر. الامر ده بيقول لك مين اليوزر الحالي اللي موجود اسمه عليه. وده داخل بكونسول زيرو. الامر ده مش هينفعني دلوقتي هينفعني قدام عارف ايه؟ لما يكون في ناس داخل عن بعد وانا عايز اعرف مين اللي داخل جهاز عن بعد دلوقتي. الجهاز قدام الجهاز ده مربوط بالانترنت وفي حد بيبرمجه عن بعد. في ثلاثه انا عامل لهم يوزر نيم وباسورد بيبرمجوه عن بعد. عايز اعرف مين اللي بيبرمج دلوقتي. اخش اعمل شو يوزر الجهاز بيقول لي مين شغال من ورايا في الخلفيه دلوقتي. فاهم؟ مش كده وبس؟ ده اللي حاجه هو دلوقتي. لا طبعا. شو يوزر بيقول لك مين جوه دلوقتي. بس هم كلهم بياخدوا نفس الصلاحيه يا باشمهندس؟ لا عادي ممكن ادي كل الصلاحيات. يعني اقول له مثلا ده اديله صلاحيات ايه؟ تختلف عادي تقدر تلعب فيه.
حاجه ثانيه، ده مش بيقول لك كمان اليوزر اللي داخل عن بعد البطن، ده يقول لك كمان داخل من الاي بي كام وبقاله قد ايه موجود. بص كده بيقول لك اللوكيشن طبعا انا محليه هنا داخل بالكونت مش عن بعد، فالمعلومات بتظهر. الاي دي بي تايم داخل بقاله نص ساعه كده، اللوكيشن داخل من الاي بي كام. انت معايا؟ ان شاء الله عمال نطلع عن بعد ده حلنا هو بيه. طيب عايزين بريك خفيف ونكمل بس خفيف بقى عشان اخش عن بعد. بخش عن طريق حاجه اسمها لاين بي تي واي. ايه اللاين بي تي واي دي؟ هي عباره عن فيرتشوال تيرمينال لاين وهميه مش هتشوفها بعينك، موجوده في الاي او اس او في نظام ترويج بتاع راوتر او سويتش. بخش عن بعد بخلال وهم على لهم 16 خط. طبعا دي انا تعبت من المكان. فيرتشوال لاين ده تقدر تخش عليهم على لهم ايه؟ اب تو 16 خط. ماشي؟ ده الاختصار اللي هو ال بي تي واي، عشان برضه واحد فيرتشوال تيرمينال انا عايز اختصار بالظبط اهو ده الاختصار بتاعه. فاكر هو ايه فيرتشوال تيرمينال لاين او فيرتشوال تير تايم. طيب ازاي اخش عليهم وازاي ابرمجهم؟ بروح افتحهم كده عن طريق اول حاجه انا كنت عامل يوزر نيم وباسورد في الجهاز صح؟ انا ممكن اطبقهم على اللاين بي تي واي زي ما هم طبقتهم على اللاين كورسر طبقهم على اللاين بي تي واي كده او ثالث لاين بي تي واي زيرو. ركز بقى معايا انت تقدر تكتب من زيرو لحد كام؟ لحد 15 بس تسكت في الكوميند ان انت تكتبهم لحد 4 كفايه. ليه؟ هم 16 خط. 16 خط دول معناهم ان هم لو انت فتحتهم مره واحده كده يسمحوا ل 16 شخص يبرمج الجهاز ده عن بعد في نفس الوقت. ده ممكن افتح خط واحد زيرو يبقى واحد بس يبرمج في نفس الوقت. لو فتحت اكتر يبقى اثنين يبرمجوا في نفس الوقت، يعني هي الفكره في نفس الوقت. هو عموما كم واحد ممكن يبرمج الجهاز عن بعد؟ اكثر من 16. طب في الواقع هل انت تفتح 16 يعني في عقل يقول 16 واحد يبرمجوا جهاز في شركه؟ ده كده الشركه بتاعتك فاضيين مش لاقيين يعملوا حاجه. لما 16 داخلين على جهاز مفيش كلام، انت اقرب واحد بس اللي يبرمج عن بعد. اثنين ثلاثه في خمسه دخلوا مره واحده عشان ينجزوا اكتر من كده مفيش. فصفر واحد طب ما تفتح خمس خطوط. صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه تبقى انت كده راجل وسط في جميع ده مما تبقى وقت الموضوع خالص ولا مما لعب. طب واحد يقول لي طب ما نفتحش وخلاص نوسع عني ربنا يوسع عني. هقول لك لا، ما انت الخطوط دي لما تتفتح عرضه انك يتعب عليك منها ثغرات. اه لا ما تفتحش يعني مدير الاربعه ده ريكومنديشن ده الماكسيموم كده ده مش بتاع عليك ممكن تغيره بس واحد بس يتبرمج دير واحد اثنين بس يبرمجوا في نفس الوقت. خلينا لو عندي 100 بيبرمجوا عن بعد بس مش في نفس الوقت افتحهم قطع ابقى يخش ويطلع الثاني يخش ويطلع في نفس الخط. المهم انا افتح من فين لفوق هعمل ايه تحت مين؟ عندي مين شاطر؟ انا مطبق يوزر نيم وباسورد بره عايز انزلهم تحت اللاين اكتب ايه؟ ها؟ لوجن؟ لوجن خلاص. هو نفس اليوزر نيم والباسورد بتعمله مره واحده بره وتنزل بقى تطبقه تحت الكورس تحت اللاين بي تي واي تحت اي حاجه كده انا اقدر اخش عن بعد من اللاين بي تي واي من خلال اليوزر نيم عالي واحمد نفس التعبير. بس الدخول عن بعد هيتطلب ان انت تكون عامل حاجه ثانيه. ايه هي؟ حاجة اسمها باسورد من المستوى الأول للثاني، اسمها انيبل باسورد. يعني هيعملها بهنا، كيف تدي انيبل باسورد، انيبل باسورد وبرضه احطها فيه. بس ايه بقى انيبل باسورد ده؟ ده باسورد بيطلب منك من المستوى الأول للثاني بعد ما تدخل أصلا بالباسورد. يعني أنا لو عملت كده اكزت ديسيبل عشان أرجع للمستوى الأول ما أطلعش بره خالص، أنا كده في الأول صح؟
كنت بعمل ايه ان بيخش نص المره دي طلب منك باسورد ده مين ده احنا باسورد الايميل فاقول له تسمع وكانها بوابه امنيه ثانيه على الدخول من بره ده غير باسورد اللي من بره انا من بره عامل كونت بص يا جدعان اطلع بره ايه ده بص خلي بالك لو حصل معاك الحركه دي لو انت في المستوى الثاني وكتبت اي امر غلط حروف كده غلط هو بيفتكر للاسف ان انت كده بتراجع على سيرفر وبيعمل حاجه اسمها بروت كاست وبيدور على سيرفر ويفضل مهندس ومشتغل بيعمل اي حاجه ايه الحل؟ اكتب عندك الحل هتضغط على كنترول شيفت كنترول شيفت تفتح لفوق ده عليها علامه القص مش اللي بالكالكوليتر اكتبها كده جانبيه كده مرفوضه في حته كده على جنب بعيد مرفوضه اذا تم الثاني اي امر غلط في المستوى الثاني الجهاز بتاعك بقى هيهندل بالشكل ده شوف انت عايز تكتبها ازاي وهيعمل سيرش كده على 254 لحل هذه المشكله هتضغط على ايه؟ كنترول وشيفت وستة اللي فوق اللي عليها عم تقص مش اللي في الكالكوليتر بتاعك تعالى اعملها لك تاني بص كده كتبت اي حاجه انتر هندل عارف لما يهندل كده هو هيفك لوحده بس قدامه دقيقه اقعد بس انتظر دقيقه اجيب شاي بقى افضل يعني مش هينفع فاعمل كنترول شيفت ستة خلاص طيب طيب انا كنت داخل اكتب لك اكزت عشان اطلع بره خالص اوريك حاجه اكزت ايه بقى ده؟ يوزر نيم بتاع مين؟ حد يقول علي اهو المعمول على ايه؟ المعمول على الكونسول صح؟ طيب حلو كلام جميل فانا اكتب علي وباسورد علي او احمد او احمد دخلت انا المستوى الاول هعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ده ايميل باسورد اللي انا عملته في المستوى الثالث من بره كتبت كده ايميل باسورد ده باسورد المستوى الاول للثاني كانها بوابه امنيه ثانيه بمعنى انت رايح الشقه عندك البيت باب الشقه فتحت اهو مفتاح دخلت عامل مفتاح ثاني على باب باسورد فاضطريت تدي باسورد ثاني فده بوابه امنيه ثانيه قول ما فيش ايميل بتاع علي وبتاع احمد برضه لا بتاع علي بس لا برضه ده ايميل والباسورد يمشي على كل ما فيهوش ايميل والباسورد ده بيتعمل حاجه واحده ما ينفعش يتغير ما بين اليوزر نيم والباسورد فاهم قصدي؟ اعملوا لك تاني المهم انا اخش اهو ايميل الباسورد ده فيسكو او بص بعمله ازاي بكتب كده وانا بره ايميل مش تحت لاين ولا تحت اي حاجه ايميل باسورد فيسكو بس ده على كل وما بطبقوش تحت حاجه هو كده انتهت الخط عامل بعد كده عامله في المستوى الثالث بيطبق على كله؟ لا بيطبق على كل يوزر بيطبق لما تخش المستوى الاول للثاني بس بيطبق على مين على علي ولا على احمد على الاثنين على كله ما فيهوش ما اعرفش افرق ما بينهم بيطبق فين لما تكتب كلمه انيبل عشان تخش على الثاني بس انا عامله فين ما هو كل التصفيات عامله في الثاني حتى اللي بيطبق من بره خالص انت بتعمله في الثاني كده واخد فاذا ده انيبل باسورد ده من شروط الدخول في التابلت عن بعد يعني الدخول عن بعد تعال اقول لك انا ما بخش عن بعد التابلت كول اول في عندي اثنين بروتوكول للدخول عن بعد التابلت ولسه او السكيور شيب شفت اول مره قلت الدخول عن بعد خلاص روح لاي جهاز كده من الجهاز دي عن بعد هي بعيد عنه اعتبر ان الاجهزه دي في بلد ثانيه خلاص ما تقوم داخل كده من هنا في طريق من هنا تخش عن طريق الرن اهي هتكتب كده تيرنت مسافه 192 168 هو راوتر كام؟ الراوتر كام الاي بي بتاعه؟ 1 1
واحد يقول اثنين واحد ما الاثنين بتوع راسي قسم مين فيهم اي حد اي حد ما انت قاعد تمسكه من هنا تمسكه من هنا اهم حاجه خلاص حتى بس تدرس مسافه وحديد يعني فين في الراس في جهاز الصغيره الثانيه خالص انت طبعا لازم يكون الجهاز ده مربوط على الفلاتر والراوتر البعيد ده مربوط على الفلاتر يعني اللي يجمعني ما بينه وما بينه ايه لازم في شبكه هي في الدرس اعمل انت بص اللي حصل قال لي اديني اليوزر هقول له علي او احمد انتر قال لي اديني الباسورد هقول له احمد انتر اديني دخلت على الراوتر وكاني بقيت في الراوتر معايا كروت كومبيوتر البريد انيبل اديني بقى الباسورد بتاع الانيبل هقول له حاضر اسمع انا كده يا راجل بقيت جوه الراوتر عن بعد وبتحكم فيه كل اللي انا عايزه تعالى بقى لك اسمه هوست نيم خليه مثلا اسميه اسم وكده يسمع فين؟ يسمع في الاتاكي كمان يعني بص لو رجعت كده رحت هنا هتلاقي التغيير اللي انت عملته ظاهر هتقول لي لسه ما ظهرش اهو هقول لك لا حرك الشرق ايه اللي حصل؟ تمنع في الجهاز الاساسي ودلوقتي في الجهاز الاساسي لو رحت عملت شو يوزر انتر قال لي اهو احمد داخل عن طريق الفي دي واي خدت بالك؟ مش الكونسول داخل عن طريق الفي دي واي وداخل من اي بي كمان سمع عنده وداخل بقاله 20 ثانية وصلت كده؟ دي الدخول عن بعد بالتلنت وممكن ادخل عن بعد بالتلنت من انا كنت داخل من ده انا كنت من ده اهو سيبه طب اخش من واحد تاني وينفع يكون اثنين في نفس الوقت يا جماعه؟ ايوه انا عامل من زيرو لفور يعني زيرو 1 2 3 4 5 تعالى فكده ده الثاني تعالى خارج بطريقه ثانيه انت تفتح تلاقي الابلكيشن ده بقى هو البطل دي الشمعه اللي انت اسمه تاني تتفتح واحد مره كده عليه مكتوب الكونديشن بتاعتي انت تخش فيها وغيرها خليها تمام تمام ودي الاي دي بتاع الراوتر كونكت هو انت حط الاي دي الثانيه عشان تبقى غيرها اكتب الاي دي الثانيه هي 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 كان كتبته على الورق كونكت او على بيديني ايه طب انا اخش بعدي وباسورد عندي اهو ده خلاص وده الباسورد الثاني اللي هو بتاع السيسكو بتاع الايميل انا جوه ما ينفعش ادخل وهنا نعم ما ينفعش ندخل باحمد تاني هو كده هو هو يعني ينفع هو ينفع طالما معاك اليوزر نيم والباسورد تقدر هو هندسه هو هنا ليه كاتب وائل؟ انا اللي كتبتها حاليا وتعالى غير برضه هو اثنين مش احنا كنا عاملين ودي سمعت من الاساسي سمعت عند كل اللي قاعدين تعالى اهو مش ده اللي قاعد جنبي ده انا قاعد في بلد ثانيه اهو ويبرمج معايا بص اهي سمعت عنده وبص الاساسي ما احنا كلنا شغالين عليه دلوقتي اللي بيعمل اعدادات والثاني بيعمل عشان كده لو في اكثر من واحد داخل شغال على النوع في نفس الجهاز في نفس الوقت يبقى لازم يكونوا مقدمين شغلهم وانا ممكن دلوقتي عملت وسط نام والتاني عمل وسط نام التاني غني انا مش رايح عملت اهو اسمي عادي الله في طلع على تاني عادي عادي انا كده جوه خلاص انا كده جوه كده كام؟ أربعة أربعة يلا الخير انا كده جوه يلا بقى نشوف الثاني ده كده العدد الاخير ايه ده ما يعرفش يخش صح ولا غلطان كده ده انا خلاص مش هعرف مش كمل شوف كده غلط ما غلطش قال لي كونكشن ريفيوز اتصالك اترفض
باي ريموت هوست، الريموت هوست اللي هو الراوتر. دول الراوتر ده الراوتر بيقوله زي ان احنا هنفهم. وبص كده معايا امتى ده يخش؟ لو واحد طلع فرض ساب كرسي، طب تعالى نطلع من واحد وليكن ده انا جوه اهو، هقول له اجلس اطلع. ده كده طلع صح؟ طب تعالى نحاول ده تاني اللي ما كانش راضي، افتح من فوق عادي الامر ولما اكتبه انتر ده. خدت بالك؟ ليه؟ لان خلاص فرض مكانه. فانت ماكسيمم خمسه ده كده الخير، الثالث ما يخشش. مين فهمني يخش على بعد ازاي؟ وصلت؟ طب تعالى بقى ايه نكتب الكلام ده خالص، تعالى اقول لك الحقيقه بتعمل ايه. باشمهندس اتفضل. هو ينفع اعمل لحد من دول؟ اعمل له كده؟ ينفع ايه؟ عايز يشيل حاجه. لا طبعا الترانسفور دي ده كان المفترض احنا نعمله بس انا ما عملتوش، ان هو اصلا بانيك كنت معمول لوحده. اسمها ترانسفور انبوت سيرفيس، بس دي مش هتطلعه، ده انا بقول لك انا مفترض تعمل كده. استنى عليا. ترانسفور انبوت سيرفيس دي معناها تسمح للدخول عن بعد عن طريق السيرفيس. احنا ما تتهلكش ليه؟ اصل هي معموله بانيك. لو انا بقى عايز اوقفهم هكتب نفس الامر وهعمل هكتب نمبر في الاخر. ترانسبورت انبوت نمبر. ترانسبورت انبوت نمبر يعني اقفل لي اي حد يخش على بعد دلوقتي. لحد ما انا ارجع اقول له ترانسبورت انبوت كده نمبر. نمبر دي بقى معناها ايه؟ معناها ان البعيد دول كلهم شكرا المفروض نعرفهم خلاص. المفروض يطلعوا نضبط فصل واحد. هو ده لكن هو كده يعني برضه الراوتر بس اللي قادر يتحكم كده، ولا هما برضه ممكن يعملوا حضرتك عملت ده؟ عن بعد؟ يعني حضرتك عملت ده ممكن اللي هيجيب اللي حضرتك اللي اعطاها دي دلوقتي ممكن. هو انت صلحتك ده هو مش هيخرج كده اللي هو هيخرج بعد. يعني هو هيخرج خلاص. ما هي الفكره في ايه يا جماعه؟ هي الفكره ان احنا مش في حرب. هعمل ايه؟ انت عندك طرق للدخول اهي، انت تخش سيريال ده لو انت هتخش بالايه؟ بفرونت. طيب انا عايز اخش عن بعد، يبقى يا اما انت تخش يا اما تقدر هي واقعه تمسك، وانا كان بعت على واتساب رقم الاي بي بتاعه. اي رقم اي بي؟ هو قايل له ايه؟ فضل. بشرط ان جهازي ده يكون متصل بالانترنت. والراوتر اللي انا هخش عليه متصل بالراوتر. والاي بي اللي هو عطاهولي ده بيبقى اسمه بابليك اي بي، ما بيكررش العادي، ده اللي مدفوع عليه فلوس الاي اس بي. تمام؟ يعني هم داخلين للشركه زي وي كده بس عندهم دير واخدين اي بي، الاي بي ده عالمي ما بيكررش. فانا بمجرد ما كتبت 2154 مفيش اي بي في العالم بالرقم ده تاني غيره. اللي هو بيبقى اسمه ستاتيك اي بي؟ نعم. اللي بيبقى اسمه ستاتيك اي بي؟ يعني حاجه شبه كده. لما نتكلم على الايباد هنعرفها. اه حاجه شبه كده انت بتحط الكاميرات في المجموعه. ماشي؟ فكده ده يونيك ما انكررش. فانا في انترنت عندي هنا، هو عنده انترنت الراوتر. بمجرد ما اعمل كده واضغط على اوبن هيبدا يفتح لك ويقول لك اليوزر نيم زي ما بيفتح لي كده في البروتوكوليتر اكتبه. دي طريقه الدخول على بعد في الحقيقه. وصلت؟ دي طريقه. تقريبا هو ولا لا؟ هو لانه بس على حسب بقى ايه البرمجه بقى بتاعته ايه؟ اللي بتخش التلنت لا تخش التلنتش. ده دخول عن بعد. الدخول عن بعد التلنت والتلنتش. دول البروتوكولات بتوع الدخول عن بعد، فخدنا واحد التاني لسه. طيب هفصل وعايزك تجرب بسرعه مش عارف في وقت ولا لا. اللي يلحق يجربني التلنت. طب انتم عملتوا اللابتة هنا عندي قبل كده ولا لا خالص؟ مش عارف.